بونجور تو الموند دي بيان فيني دان نوفل فيديو. معكم سيدي الكميري فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون دو فيشير غنكملو الشيمي اورغانيك. بعد ما درنا ريبريزونطاسيون دو نيومان ريبريزونطاسيون دو كرام ما تنساوش تشوفوهم راه تري امبورطون. غادي دابا نشوفو ريبريزونطاسيون دو فيشير اللي حتى هي تري امبورطون، يعني عندك هاد الثلاثه خاصكم ضروري ولا بد ما غتلقاوهم في لي زيكزام. بعد ما تعرفنا على الغوبريزونطاسيون دو نيومان وعطيناكم بزاف الحالات، فالغوبريزونطاسيون دو فيشر كذلك غادي نتعرفوا عليها وغنضبطوا الامور مزيان، يعني اتخرج من الفيديو اتخرج انك فاهم وتمشي تقدر تخدم اكزيرسيس متعلق بغوبريزونطاسيون دو فيشر. اول حاجه غادي نعطوا لي ريغل ونعطوا العلاقه العامه بصفه عامه كيفاش كنقادوا فيشر في هذا الفيديو. الفيديو الجاي غادي نشوفوا 3 ديال لي حالات، يعني 3 كا اللي كاينين في الغوبريزونطاسيون دو فيشر غنحاولوا نشوفهم كاملين. اول حاجه نبداو يعني بغوبريزونطاسيون دو فيشر شنو كنديروا فيها. اول حاجه حتى هي كنجي نختاروا السلسله الرئيسيه ونديروا ليها يعني النوموكلاتور. السلسله الرئيسيه هي هذه، والنوموكلاتور خاصنا نبداو من سي او اش، يعني او اش انا خاصنا نعطيو سي او اش نعطيهم اصغر رقم، يعني غنبداو من هنا 1 2 3 4. يعني كنديروا السلسله الرئيسيه. اول حاجه يعني لوبسيرفاتور احنا غادي نعطوا لي ريغل عاد باش نرجعوا نرسموا، يعني خاصنا لي ريغل هما الاولين. بالنسبه لي ريغل ديالها لي ريغل لي تري امبورطون خاصكم ضروري الا بغيتي دير غوبريزونطاسيون دو فيشر، الا ما درتيش هاد القواعد راه ما عندكش غوبريزونطاسيون دو فيشر صحيحه، ضروري ما خاصك دير هاد القواعد. اول حاجه عندنا شين برينسيبال دون لو بلون دو ميم كوتي، يعني خاص السلسله الرئيسيه اللي هي هذه هضرنا عليها هي هنا الفوق، يعني اللي درنا ليها هي السلسله الرئيسيه هي هذه، هذه هي السلسله الرئيسيه خاصها تكون دون لو بلون اي دو ميم كوتي، يعني السلسله الرئيسيه تكون في المستوى وفي نفس الجهه. هنا قال لك لوبسيرفاتور غوغاردي لا مولكول دو كوتي اوبوزي دو بلون دو لا شين برينسيبال، يعني خاص لوبسيرفاتور يكون معاكس للسلسله الرئيسيه. بار اكزومبل مثلا السلسله الرئيسيه ها هي هي هذه صاده هكا، لوبسيرفاتور خاص يكون من هنا. بار اكزومبل مثلا كون كانت عندنا السلسله الرئيسيه مثلا دايره بحال هكا، لوبسيرفاتور غنرسمو من هنا. يعني حاولوا هاد القواعد تحفظوهم بالعربيه باش تشدوا الامور ديالكم مزيان ملي تبغوا ترسموا وداك الشيء. ثالث غيكل عندنا في فيشر عندنا لوبسيرفاتوز لوبسيرفاتور عفوا غوغاردي لو كاربون لو بلو بوتيت انديس، يعني ان لوبسيرفاتور خاصو يشوف لنا اصغر رقم ممكن، يعني في السلسله الرئيسيه اللي هو الكربون رقم واحد، يعني لوبسيرفاتور كاين يعني كيشوف لنا اصغر رقم في الكربون اللي هو كربون رقم واحد ياك. من بعد ما كنديروا هاد يعني هاد القواعد يمكننا دابا نرسموا فيشر ونشوفوا كيفاش كتكون فيشر. اول حاجه قلنا يعني خاصنا رقم السلسله الرئيسيه وتكون في نفس الجهه دون لو بلون ونفس المستوى، هي عندنا في نفس المستوى يعني ما ناقصنا حتى شي حاجه. غادي نجيو نرسموا لوبسيرفاتور ديالنا ياك هكا، هادي هكا وهادي هكا، لا مان دغوات لا مان غوش، هادي التحتانيه اللي جايه لتحت ياك. من بعد ما كنرسموا بحال هكا فيشر، فيشر شنو كيفاش الطريقه كيفاش كيترسم فيشر؟ فيشر كيترسم على هاد الشكل ياك بحال هكا، يعني فيشر كيترسم لنا على هاد الشكل هكا وهكا وهكا. يعني كيفاش غادي نقادو هاد فيشر على هاد الشكل؟ شنو كنشوفو حنا هنا؟ عندنا هنا سي او اش وهنا عندنا سي اش 3، ديما هادو ديروهم، يعني هاد البداية ديال لاشين برينسيبال والنهاية ديالها سي او او اش سي اش 3 ياك. هنا لوبسيرفاتور هنا في لا مان دغوات ديالو شنو كيشوف؟ كيشوف لينا الا مشيتو بحال هكا كيشوف لينا اش ياك. هنا نديرو هنا الاولى، هذا هو الكربون رقم واحد رقم جوج، هذا دابا هذا هو الكربون رقم جوج، هذا الكربون رقم ثلاثة. هنا اشنو كيشوف لينا كذلك؟ هنا كيشوف لينا او اش كربون رقم جوج، هذا كربون رقم جوج اشنو كيشوف لينا الكربون؟ يعني ما غنديروش دائرة هنا، كيبان لينا يعني لوبسيرفاتور كيجي معانا يعني كيبان لي كلشي. هنا كنشوفوا ان لا مان دغوات يعني كيشوف لينا ان اش 2 وهنا كيشوف لينا اش، يعني هنا ان اش 2 وهنا كيشوف لينا اش. وهنا رسمت الغوبريزونطاسيون دو فيشر، يعني هذه هي الغوبريزونطاسيون دو فيشر ديالي كتكون على هذا الشكل بحال هكا، يعني راه تو سامبلومون ساهله ماشي حاجه صعيبه.